السلام عليكم. طيب لو الصوت واضح يا جماعة كلنا ندوس واحد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد كما نقول، ولك الحمد خير مما نقول، ولك الحمد على كل حال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. في البداية بس حابب أشكر حضراتكم جميعا، كل واحد فيكم مستقطع وقت بسيط من وقته عشان يستثمر في العنصر البشري. ازاي يستثمر في العنصر البشري اللي هو احنا؟ كل واحد فينا مستقطع وقت من وقته بيستثمر في نفسه ولنفسه، وقلما الحقيقه ما بنلاقي وقت كده ندين نفسنا. واعلى استثمار اللي انت تستثمره في نفسك بالعلم. فدايما كده اذكر نفسي واياكم ان احنا دايما نستثمر نفسنا في انفسنا في العلم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديث جميل جدا، قال الدنيا ملعونه ملعون وما فيها ما خلا ذكر الله وعالما ومتعلما. فدايما نحط في دماغنا العلم والتعلم المستمر ان شاء الله باذن الله. خلينا قبل ما نبدا المحاضره في مفهوم رئيسي كده دايما بحب ابدا بيه اي محاضره بألقيها، حاجه اسمها 3 ايز. يعني ايه 3 ايز؟ 3 ايه؟ يعني ايه 3 يا جماعه؟ مين يخمن معانا يعني ايه 3 ايه؟ What is this في ايه؟ ثلاث كلمات اول حرف منهم يبدا بحرف الاي. طيب خلينا نبدا بالفيرست اي، الاي الاولاني. الفيرست اي از انرجي. يعني ايه انرجي؟ يعني ايه انرجي يا جماعه؟ الترجمه الحرفيه لكلمه انرجي يعني ايه؟ بالظبط، طاقه. كلمه انرجي تعني الطاقه، بس بنحط قبلها كده كلمه اسمها بوزيتيف، اسمها بوزيتيف انرجي. يعني ايه بوزيتيف انرجي؟ الطاقة الإيجابية. طيب نعني إيه بكلمة الطاقة الإيجابية؟ الطاقة الإيجابية تعني بالنسبة لي إن أنا كل يوم لازم أزرع جوايا شيء إيجابي. الشيء الإيجابي ده ممكن بقى يكون بكتاب بتقراه، ممكن تكون بمحاضرة بتحضرها، ممكن تكون بكذا أو كذا أو كذا، بس لازم ما يفوتش يوم إلا ما تزرع جواك طاقة إيجابية. دي الفيرست إي، ده أول إي. طيب الإي التانية هي positive energy، طاقة إيجابية برضو، بس نكمل كلمة بعدها اسمها for others، طاقة إيجابية للآخرين. positive energy for others يعني إيه؟ يعني من فضلك أنت عندك طاقة إيجابية واكتسبت طاقة إيجابية ودوست لنفسك طاقة إيجابية، انقلها للآخر. قريت كتاب انقله للآخر، عرفت معلومة انقلها للآخر، عرفت محاضرة انقلها للآخر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول لا تحقرن من المعروف في شيء، إنه لو أن تلقى أخاك بوجه إيه؟ طلق. يعني إيه؟ انت نازل سعيد ومبسوط النهارده، ابتسم في وجه اخيك فتنقل الطاقه الايجابيه فنصبح جميعا ايجابيين. فالطاقه الايجابيه للاخر مهمه جدا 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 جدا، ان انت ما توقفش اي شيء ايجابي بتعلمه لنفسك تستفيد بيه لازم تنقله للاخر. وخليني اقف عند النقطه دي شويه، ان ده مش تفضل مننا يا جماعه الحقيقه. يعني ايه مش تفضل مننا؟ يعني احنا ملزمين ان احنا ننقل هذه الطاقه الايجابيه للاخر. خليني اسالكم سؤال، ما الذي يبقى بعد الممات؟ ثلاث حاجات بتبقى بعد الممات، ايه هي الثلاث حاجات دي؟ العمل الصالح. في ثلاث حاجات بقى اعمال صالحه كده الرسول صلى الله عليه وسلم حددها، صح؟ علم نافع، ده واحد. ايه تاني؟ صدقه جاريه، تمام، ولد صالح يدعو لك. يبقى ثلاث حاجات، صدقه جاريه، ولد صالح، وعلم نافع. طب خلينا ناخد حاجه حاجه. خلينا نبدا بالصدقه الجاريه. انت كان عندك بوزيتيف انرجي، عندك طاقه ايجابيه، فاجتهدت في شغلك وعندك اتقان وبقيت رقم واحد في وظيفتك او عملت مشروعك او كذا او كذا. المهم مع مرور الوقت بقى عندك مال معين او حوشت فلوس معينه، هي عملت بيها صدقه جاريه. مين اللي هيستفيد بالصدقه الجاريه دي؟ الاخرين بعد الممات. يبقى الاخرين هم اللي هيستفيدوا منها، يبقى اذا هي بوزيتيف انرجي فور اذرز. تعالوا نشوف الحاجه الثانيه، علم نافع. اجتهدت وخدت دكتوراه او ماجستير، بدات تدرس للناس، او الفت كتاب، او حفظت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فنقلته، او عملت كذا او كذا، او عارف معلومه فنقلتها للشخص، هي برضو بوزيتيف انرجي انت جمعتها بتنقلها للاخرين. تالت حاجه، اجتهدت وفي التدوير على الزوجه الصالحه، او انت اجتهدتي عشان تلاقي زوج صالح فتطلعه ابن صالح وتربوه تربيه صالحه ومحتاجه مجهود، وبذلت الطاقة الإيجابية عشان تطلعوا هذا الولد الصالح اللي هو رايح للمجتمع ينفع الآخرين. إذا
البوزيتيف انرجي فور اذرز ده مش تفضل مننا، ده واجب والتزام علينا ان احنا نتعلم ونضيف لنفسنا طاقات ايجابيه يوميه وننقلها للاخرين. فاضل اخر ايه، وهي كلمه الايدج. يعني ايه ايدج؟ الايدج بالترجمه العربيه تعني الحافه او العتبه، الفرق ما بين شيء مرتفع وشيء منخفض عنه. يعني ايه؟ يعني لازم تضيف لنفسك فارق تنافسي يفرق ما بينك وما بين الاخرين. يعني ايه فارق تنافسي يفرق ما بينك وما بين الاخرين؟ الفارق التنافسي ده ممكن يكون بكورس كمبيوتر بتحطه في السي في بتاعك، بمحاضره انترفيوينج سكيلز بتسمعها عشان لما تروح في الانترفيو لوظيفه معينه تبقى مختلف عن الاخرين بتنافس شريف بفارق تنافسي فتقدر تحصل على هذه الوظيفه. لازم تعمل لنفسك ايدج تنافسيه، لان الحقيقه الابطأ هو اللي هيتاكل والاسرع هو اللي هيوصل لمستهدفه، عشان لما تيجي الفرصه تكون معد نفسك ليها. بل بالعكس احنا ممكن نكبر السكيل اكتر بالايدج التنافسيه دي، ما تبقاش فرديه. ليه ما تبقاش كليتي هي احسن كليه كذا في مصر، او مؤسستي اللي انا بشتغل فيها هي احسن مؤسسه في المجال ده في المحافظه اللي انا فيها، وهكذا. ونكبر الايدج نكبر الايدج لحد ما في يوم من الايام يبقى الايدج بتاع بلدنا اكبر من الايدج اللي دايما موجوده في الغرب. ليه دايما الغرب متقدم علينا بايدج تنافسيه او حافه تنافسيه؟ خلينا كده نبدا بنفسنا ونكبر الدايره عن طريق الاهداف الفوارق التنافسيه اللي احنا بنضيفها لنفسنا، فنضيف ونضيف ونضيف فتكبر الايدج. في يوم من الايام نلاقي مصر بلدنا ان شاء الله باذن الله عندها اعلى ايدج في العالم. انا مع حضراتكم عمرو سكر، خريج كليه صيدله، بعد تخرج اشتغلت فتره في مجال السيلز والماركتنج. في خلال الفتره دي عملت ماجستير في اداره الاعمال، وحاليا مدير تسويق اقليمي في احد شركات الميديكال ديفايسز، مسؤول عن مصر والسعوديه وتركيا والسودان، ومحاضر زائر في جامعه عين شمس. خلينا نبدا في موضوعنا النهارده، هو موضوع الانترفيوينج سكيلز، هاو تو وين ان انترفيو، ازاي اقدر اعدي مقابله شخصيه. خلينا نبدا بالاجنده بتاعتنا، هنتكلم على ايه النهارده مع بعض في المحاضره. What is an interview؟ ايه هو الانترفيو؟ Know yourself، اعرف نفسك. Preparing for the interview، حضر الانترفيو، حضر ازاي الانترفيو. ال first impression، الانطباع الاول، انا بشوفه very important، مهم جدا 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 في الانترفيو، خلينا نتكلم عليه مع بعض بالتفصيل ان شاء الله. The day of the interview، يوم الانترفيو اعمل ايه؟ سميه بيج داي. بعد كده هننتقل لحاجه اسمها الستار تكنيك، طريقه الستار دي طريقه معينه في اجابه الاسئله عشان تطلع اجابه ستار مميزه. الحاجه اللي بعد كده ذا موست اسكد انترفيو كويستشنز، الاسئله الدارجه او الكومن في الانترفيو هنعرفها ونعرف نتعامل معاها ازاي. ريمبر تو، تذكر ان، وهنعرف تذكر ايه ان ايه في الاخر مع بعض ان شاء الله باذن الله. بس خلينا قبل ما نبدا نتفق على قاعده مهمه جدا. خدعوك فقالوا. خدعوك فقالوا ايه؟ خدعوك فقالوا اللي انت هتحضر محاضره انترفيوينج سكيلز فكده خلاص انت هتخش اي انترفيو فتعدي، او هتاخد محاضره انترفيوينج سكيلز، او هنقعد مع بعض النهارده في المحاضره فنطلع اسئله واقول لك بتتجاوب بالطريقه الفلانيه فدي اسطمبه كلنا نجاوب بالطريقه دي فالحقيقه هنعدي. الكلام ده مش مظبوط، ولو حد قال لك الكلام ده ما تصدقوش. ليه؟ الله عز وجل بيقول في كتابه العزيز: ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون ايه؟ مختلفون. صح؟ يعني احنا هنظل مختلفين حتى يرث الله الارض. يعني ايه برضو تاني؟ يعني كل واحد فينا ليه تربيته اللي اتربى بيها، ليه دراسته اللي درسها، ليه فكره اللي بيفكر بيه، دي رؤيته، ليه شخصيته، مهمة جدا جدا جدا. يعني ايه ليه شخصيته؟ يعني كل واحد ليه طريقته في اجابة الاسئلة، وليه افكاره، وليه توجهاته. فما ينفعش حد يجي يقول لك دي الاسطمبة دي وتجاوب تقول واحد اتنين تلاتة هي دي الاجابة المظبوطة. مفيش حاجة اسمها كده، لازم تطلع your personality، شخصيتك داخل الانترفيو. بس طب احنا جايين نعمل ايه؟ احنا جايين نحط اطار ونتعلم وسائل، تولز، عارفين الوسائل تبقى في ايديا اقدر اتصرف بيها داخل الانترفيو. هو ده بالظبط اللي احنا جايين نعمله.
شكرا لمن كتب الأروى، شكرا لأروى على كتابة الآية: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. فالاختلاف ده لازم نقدر هذا الاختلاف، اللي احنا مش كلنا واحد، فما ينفعش نبقى اسطمبة واحدة، احنا نتجمعين مع بعض نتعلم ازاي ندير مقابلة شخصية بوسائل معينة، وسائل علمية قدر يستخدمها ناس كتير وحققت نجاح بنسبة كبيرة، لكن مش جايين نحفظ أسئلة مع بعض. طيب خلينا نبدأ في أول حاجة، زي ما بيقول كده الباشمهندس نبيل، فعلا الاختلاف سنة من سنن الله في أرضه، من سنن الثوابت كمان. طيب خلينا نبدأ بـ What is an interview، ونقف هنا شوية. إيه رأيكم يعني إيه interview؟ مين يقدر يجاوب؟ What is an interview؟ مروة ايه رأيك؟ What's an interview؟ مقابلة عمل. طيب خلينا ناخد كلمة مقابلة عمل كده ونخليها معانا شوية، ما تعني مقابلة العمل؟ تمام. لا انا عايز اعرف يعني ايه What's an interview، يعني ايه المقابلة بالظبط، تعريفها ايه؟ مروة بتقول تعريفها، ما تعريفها مقابلة بين صاحب العمل والمتقدم، حاجة رخمة بتقف في طريق الواحد للشغل. ايه تاني؟ للتعرف عن شخص عن قرب. طيب evaluate للسكيلز، دي حاجة جميلة جدا. مين بيتكلموا مع بعض؟ طيب جميلة جدا الإجابات بتاع حضراتكم، وبشكر حضراتكم عليها، بس عايز أقف عند كلمتين في نقطتين كده اتقالوا. رقم واحد اللي هي ما بين شخصين، عايز اقف عند النقطه دي. النقطه الثانيه اللي عايزين نقف عندها اللي هي مقابله عمل. طيب مين يتفق ان كلمه انترفيو تعني مقابله عمل بس؟ اللي يتفق على هي مقابله عمل بس يدوس واحد، واللي يتفق اللي هي مش ليست قاصره على مقابله العمل ندوس اتنين. ليه يا جماعه؟ ليه مش قاصره بس على مقابله العمل؟ ايه رايكم؟ في انواع تانية من المقابلات، مقابلة الصحفي للضيف، ايه تاني؟ مش احيانا بيبقى في انترفيو لبعض الكليات برضه عشان تتقدم ليها؟ دلوقتي في انترفيوز عشان لو عايز تاخد سكولرشيب، عايز تاخد منحة تعليمية لازم تعمل انترفيو. في بعض المقابلات عشان لو رايح تاخد تريننج معين، صح؟ في بعض المقابلات حاجات كتير جدا. فالانترفيو مش بس عشان مقابلة عمل، وفي انترفيو كبير قوي 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 كل شاب فينا بيتعرض له. ايه هو الانترفيو الكبير؟ ولد العروسه بالظبط، زي ما مروه كتبت كده. ففي انماط كتيره جدا من الانترفيو، يمكن احنا بنواجه نمط الانترفيوز دي على مدار حياتنا وعلى مدار ايامنا كتير جدا. دي اول نقطه. النقطه الثانيه اللي عايز اقف عندها اللي هي ما بين شخصين. الحقيقه مش دايما. ليه؟ لان في بعض الانواع من المقابلات الانترفيو ما بتبقاش ما بين شخصين بس، بيبقى في حاجة اسمها كوميتي. يعني ايه كوميتي؟ لجنة. في يعني يسألوا بعض اصدقائك كده، لو حد دخل انترفيو قبل او حضرتك لو حد فيكم دخل انترفيو قبل كده، الاقي في ستيج او في مراحل معينة من الانترفيو، تلاقي في لجنة معينة، تلاقي 3 افراد 4 افراد يبدأوا يعملوا لك الانترفيو، فمش شرط تقتصر على فردين، ودي نقطة لازم نعرفها كويس جدا عشان ازاي نتعامل معاها. طيب خلينا كده ناخد بقى تعريف الانترفيو. يعني ايه انترفيو؟ الانترفيو is a type it's a type of communication. يعني ايه it's a type of communication؟ نوع من انواع التواصل. يعني ايه نوع من انواع التواصل؟ كام واحد فينا خد كورس communication skills؟ اللي خد كورس communication skills قبل كده يدوس واحد يا جماعه. طيب سريعا كده من الصوره اللي قدامنا، what's communication؟ يعني ايه تواصل ما بيني وبين افراد اخرين؟ مش هخش في تفصيل كورس التواصل، بس هناخد هنت بسيط عنه. هو عبارة عن سندر وريسيفر، انت بتتواصل مع شخص قدامك، ففي شخص سندر، شخص مرسل، وشخص مستقبل. فانا وانا بتكلم حضراتكم دلوقتي انا ايه؟ انا سندر، حضراتكم ريسيفر بتستقبلوا الكلام. لما بسأل حضراتكم وبسكت بتبقوا انتوا السندر وانا ريسيفر، انتوا المرسلين وانا المستقبل. طيب فده بالظبط اللي بيحصل في الانترفيو. وانا ببعت ايه؟ ببعت رسالة، والشخص اللي قدامي بيفكها، بيشوف فهم ايه من الرساله دي. فوظيفتي انا كشخص بخش
بسوق افكاري، ببعت رسائل معينه للشخص اللي بيعمل انترفيو عشان اسوق افكاري. وظيفتي ان انا اسوق افكاري بطريقه بروفيشنال، اسوق افكاري بطريقه واضحه، عشان في التواصل ما بيني وما بين المستقبل، المستقبل يقدر يفسر هذه الاشياء بطريقه مبسطه. خلينا ناخد تعريف اعمق شويه. الانترفيو is the exchange of feelings, ideas between different parties using different channels. يعني ايه؟ يعني هو تبادل مشاعر وافكار ما بين افراد مختلفة عن طريق قنوات مختلفة. طيب نقف عند كل جزء. هو exchange تبادل، ايوه في تبادل. تبادل ايه يا جماعة؟ مشاعر. واحنا في الانترفيو بنتبادل مشاعر؟ اه طبعا بنتبادل مشاعر. انت احيانا في شخص بتشوفه ما بيبقاش لسه تتكلم حتى، بتبدا تقول لا ده اصله شكله كده مش لذيذ، شكله كده مش كويس، شكله كده مش، وانت عمال بتتبادل في مشاعر ده ما حبيتهوش من اول لحظه، ممكن ما تبقاش لسه اتكلم اصلا، او شخص من اول ما بيتكلم انت في مشاعر معينه بتخش جواك. فاحنا بنتبادل مشاعر داخل الانترفيو، او انت ما بتقعد مع الشخص اللي بيعمل لك انترفيو تقول شكله كده هيورس عليا في الاسئله، بتحس في مشاعر قبل ما تبداوا تتبادلوا اي شيء. ده شق. الشق الثاني ان احنا بنتبادل افكار. انت داخل تسوق فكرتك او تسوق نفسك افكارك للمؤسسه، والمؤسسه نفسها بتسوق افكارها وتشوف هل افكارها هتتواكب مع الشخص اللي متقدم لهذه الوظيفه ولا لا، ما بين افراد مختلفه. احنا اتفقنا عليه ان احنا دايما مختلفين عن طريق قنوات مختلفه. ليه قنوات مختلفه يا جماعه؟ ليه كلمه قنوات مختلفه؟ لان في قنوات متعدده للانترفيو. في حاجه اسمها فيس تو فيس انترفيو، وجها لوجه، اللي انا اقعد شخص قدامي شخص نعمل انترفيو، او لجنه زي ما قلنا كوميتي، او احيانا في بعض الشركات بتعمل ايه فلتره في الاول كده، فبتعمل الانترفيو عن طريق بالظبط المقابله بالتليفون. مشهوره قوي موضوع المقابله بالتليفون دي، اللي هي شركات البترول بتعمل كده كتير، وعن طريق الايميلز. في بعض الشركات تروح يعملوا لك حاجه اسمها كيس ستادي، بيدوك ورقه فيها حاله معينه في الشغل وتبدا تحل لو انت في الموقف ده هتعمل ايه. ففي قنوات كتيره قوي دلوقتي وبقت متعدده للانترفيو. طيب ما دام بنقول الانترفيو واحد من انواع التواصل، ففي حاجه مهمه جدا 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 عايزين نركز عليها، وهي النون فيربال كوميونيكيشن، التواصل الغير لفظي. التواصل الغير لفظي ده مهم جدا في الانترفيو، ويمكن بيفوت على كثير مننا. يعني ايه التواصل الغير لفظي؟ زي ايه؟ زي في حاجه اسمها الفيشل اكسبريشنز، تعبيرات الوش، الاي كونتاكت، نظره عينك بتبقى رايحه فين، طريقه حركه الجسم، وهكذا. كتير جدا كتير جدا مننا بيخش بيبقى قلقان، فتلاقيه باصص في الارض، او بيفكر باصص في السقف، يقعد في باصص في السقف كتير، او مهزوز، او بيعرق، او كذا او كذا، واحنا ما بنهتمش بالكلام ده. الكلام ده مهم جدا جدا جدا، لانه بيبعث في اللي قدامي مفهوم عني، شوف بشخص اللي قدامي بيشوفني انا واثق من نفسي ولا لا، وضعي ايه. طيب خلينا ندي مثال ومن فضلكم نبدا نشارك مع بعض. الصورة اللي على الشمال، شمال حضراتكم، اللي هي تحت كلمة نون فيربال كوميونيكيشن، الشخص ده ايه رأيكم فيه؟ أول ما تشوفه كده تقول عليه ايه؟ مضطرب، مكسوف، متحفظ، متوتر، خائف، خجول، خايف، تمام، قلقان. طيب خلينا ننتقل للوضع التاني، الصورة التانية، إيه رأيكم فيها؟ واثق من نفسه، متفائل، منطلق، متفائل، واثق بس زيادة، تمام، اوبتيمستيك، متفائل، تمام. طيب خليني بس اسالكم سؤال بعد كل اللي حضرتك قلته ده، هو هل حد فينا يعرف الشخصيه الاولانيه او الشخصيه الثانيه؟ الاجابه لا. هل حد فينا اتكلم مع الاولاني او الثاني؟ برضو الاجابه لا.
برغم ان احنا الاولاني قعدنا حكمنا عليه وقلنا حاجات كتير جدا 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 وطلعنا عنده عقد كتيره جدا اللي هو قلقان خايف مضطرب وكذا وكذا وكذا، والتاني طلعناه بعضنا قال مغرور، بعضنا قال واثق من نفسه، بعضنا قال لغه جسده، و و و حاجات كتير قوي 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 قلناها وقعدنا نتكلم فيها مع بعض دلوقتي، برغم ان مفيش واحد فيهم نطق بكلمه واحده بس. بس شفتوا احنا حكمنا عليهم ازاي؟ كل واحد فينا كون حكم، وكلنا هذا الرجل، كلنا بيحصل لنا كده بالظبط، بيتم تكوين حكم علينا وتقييم عن طريق النون فيربال كوميونيكيشن من قبل ما نبدا الانترفيو اصلا، من قبل ما نتكلم. فكون اللي انا اركز ان انا ادي مسج عن طريق لغه الجسد بتاعتي تبين ان انا واثق من نفسي، تبين ان انا مش مغرور، تبين ان انا بركز في اللي قدامي والاي كونتاكت بتاعتي مظبوطه، لغه جسدي مظبوطه، فده بيدي انطباع مبدئي مهم جدا. خلينا نبص كده للدراسه اللي كانت بتتكلم ازاي تبقى مؤثر في الاخر. نبص كده على النسب اللي موجوده دي، نسب مفاجاه. بتقول ايه؟ ان البادي لانجوج لغه الجسد، لما انت بتيجي تعبر عن فكره معينه او بتتكلم او بتلقي محاضره معينه او بتتكلم قدام حد في انترفيو، نسبه التاثير باستخدام البادي لانجوج بتمثل 55%. نسبة التأثير بالنسبة للفويس، نبرة صوتك ازاي، بتتكلم بواثق في نفسك، مش قلقان، بتعلى بالصوت، بتعمل ستريس على النقط المهمة 38%، الكلام اللي انت بتقوله 7%. فده مهم جدا جدا. طبعا ما حدش يقول لي اصل 7% دي نسبة قليلة فمش مهمة. ما لو ال 7% دي مش موجودة اصلا انت مش هتبقى مؤهل للانترفيو. ما ال 7% دي الحاجة التكنيك، يعني الحاجة المظبوطة بتاعتك. يعني ايه؟ يعني انت مهندس مثلا، مهندس بترول او مهندس كذا او مهندس كذا، فالعلم بتاعك هو ال 7% اللي انت داخل اصلا تسأل عليه، فده مهم وموجود. بس احيانا بيبقى شخص عنده ال 7% دي قوية جدا 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 جدا، بس ما بيقدرش يسوقها كويس جوه الانترفيو. انت بالظبط عبارة عن منتج داخل تسوق نفسك وافكارك داخل الانترفيو، فلازم تستخدم البادي لانجوج، لغة الجسد والصوت بثقة، بطريقة معينة، بطريقة فعالة عشان توصل لهدفك. حلو جدا يا باشمهندس نبيل موضوع بيت القصيد ده، هي فعلا بيت القصيد لو مش موجود خلاص، بس لازم اسوقها بطريقة معينة باستخدام البادي لانجوج والفويس المظبوط. طيب ما دام بنقول تاني الانترفيو نوع من انواع الكوميونيكيشن، خلينا نشرح نظرية اسمها البي اي سي. نظرية البي اي سي دي بتبين لي انماط الناس او انماط المؤسسات اللي انا ممكن اتعامل معاها وانا بعمل انترفيو. البي از بيرنت، يعني ايه بيرنت؟ يعني الوالدين. الاي ادلت، يعني ايه ادلت؟ الشخصية الناضجة. السي للتشايلد، يعني ايه تشايلد؟ الشخصية الطفولية. البيرنت هي الشخصية اللي بتديك نصايح وبيكلمك من لغة الأبوين، أنت لازم تعمل كذا وكذا وكذا من فوق. الأدلت هو شخص راقي عقلاني بتتكلم معاه بطريقة عقلانية. التشايلد اللي هي الشخصية الطفولية. بس ناخد بالنا الشخصية الطفولية دي مالهاش علاقة بالإيه؟ بالسن. يعني ما فيش واحد يقول لك الشخصية الطفولية دي بتاعت الأطفال. كتير قوي بنلاقي ناس كبيرة جدا بعقلية طفولية. عارف يعني هديكوا كده مثال بسيط هيوضح موضوع ازاي اللي ممكن يبقى سن واحد سنه كبير جدا وممكن يبقى عنده شخصيه طفوليه او تفكير طفولي. نبسط الموضوع مثلا بمثال، فنتخيل يمكن الشباب حتى تستوعب المثال ده شويه. ان تخيل انت واصدقائك خارجين بقى في يوم، فاحنا بنقول ان احنا بقينا في بلد ديمقراطي، فبداتوا تتخانقوا يا ترى هنتعشى فين او نخرج فين. فاحنا مادام احنا في بلد ديمقراطي فهناخد اراء. فالحقيقه خلاص خدنا الاراء، فالاغلبيه قالت ان احنا هنروح في المكان الفلاني. فيجي الشخص اللي كان معارض يقول لك لا لا بقى، انا لو ما رحتش المكان الفلاني ده انا مش رايح، مع انه ممكن يكون سنه كبير جدا، بس هي مالهاش علاقه، هي شخصيه طفوليه في التفكير. طب انا بشرح ده ليه؟ بنشرح ده عشان نبص احنا بنتعامل ازاي مع مين. يعني ممكن يكون الشخص اللي بيعمل انترفيو بيرنت، بيلعب دور البيرنت، ممكن يكون متعمد يعمل ده، أو ممكن المؤسسة نفسها تلعب معايا دور البيرنت اللي هي بتكلمني من فوق، مش دور الأدلت. يعني إيه؟ مش كتير قوي مننا بيتعرض اللي هو أحيانا يروح لشركة معينة ويسيبوه بره بعد ميعاده بساعة وساعتين.
ممكن يكونوا بيلعبوا مع دور بيرنت، ممكن يتعمدوا ده، ممكن ليه، ممكن يكون متطلبات وظيفته هيتعامل مع عملاء بيرنت. فانا بشوف يا ترى انت هتتضايق وخلاص مش طايق، ولا هتقدر تستحمل ولا لا، وهكذا. فانت تبقى عارف احيانا انت بتتعامل مع انهي فكر مؤسسي، بيرنت ولا ادلت ولا تشايلد. طيب من ضمن الحاجات المهمة اللي لازم اقف عندها، put yourself there، ضع نفسك هناك. ودي الحقيقة حاجة سحرية تخليك توصل اللي انت عاوزه داخل الانترفيو. put yourself there، ضع نفسك هناك. هناك فين؟ ضع نفسك مكان المؤسسة رقم واحد، رقم اتنين ضع نفسك مكان الشخص اللي هيعمل لك الانترفيو. يعني ايه؟ يعني قبل ما تروح، معلش، اصرف على نفسك كده وقت من وقتك كده قبلها بيوم او يومين، اقعد مع نفسك قول لو انا مكان الشركة اكس دي اللي انا مقدم فيها، انا محتاج موظف بمتطلبات ايه؟ واحد اتنين تلاتة اربعة، واكتب. او لو انا مكان الشخص اللي بيعمل الانترفيو، يا ترى هسأل الموظف اللي جاي بيتقدم لي في ايه؟ واحد واتنين وتلاتة اربعة. لو عملت الاكسرسايز ده وعملت التدريب ده، صدقني هتكسر كتير قوي قوي قوي، او تعدي كتير قوي قوي في المشوار. حاول قبل ما تروح الانترفيو ان انت تحط نفسك مكان الاخر. بيحط نفسه مكان الاخر غالبا بيكسب كتير جدا جدا. النقطة اللي بعد كده، وين وين. يعني ايه وين وين؟ حد سمع يا جماعة عن كتاب 7 Habits for Highly Effective People، العادات السبع للناس الأكثر فعالية، كتاب ستيفن كوفي؟ اللي سمع عنه يدوس واحد. طيب كويس. ستيفن كوفي في الكتاب بتاعه كان بيقول إن الناس بتتعامل بأربع أنماط من التعاملات. نمط اسمه وين وين، مكسبي مكسبك. اسم الكتاب العادات السبع للأناس الأكثر فاعلية، ستيفن كوفي، 7 Habits for Highly Effective People. طيب ستيفن كوفي كان بيقول ايه؟ بيقول رقم واحد، ناس في بعض الناس بتتعامل مع بعض وين وين، انا اكسب وانت تكسب. في بعض الناس بتتعامل مع بعض لوز وين، انا غلبان وضعيف فدايما انا بخسر والناس بتكسب. في نمط ثالث بيقول وين لوز، انا بكسب وبخسر اللي قدامي. في نمط رابع بيقول لوز لوز، وده نمط عليا وعلى اعدائي، شمشون الجبار عليا وعلى اعدائي. انا ليه بذكر ده وايه علاقته في الانترفيو؟ علاقته اللي احنا معظمنا بيروح الانترفيو بتفكير اللوز وين، وده خطأ فادح يا جماعة. يعني ايه لوز وين؟ انا غلبان وضعيف ورايح استجدي وظيفة، فاروح اروح قلقان ومتوتر واحس ان انا اقل واحد فاخسر هذه الوظيفه. لا، لازم تروح وانت جواك في تفكيرك وين وين، مكسبي مكسبك. يعني ايه وين وين؟ زي ما انا عايز هذه الوظيفه وعايز اكسب هذه الوظيفه واكون موجود جوه الشركه او المؤسسه، عايزه موظف كواليفايد عنده مهاره معينه، فدام انت عندك المهاره المعينه دي هم هيكسبوا من وجودك معاهم في الشركه. ولو ما كنتش انت عندك المهاره دي ما كانوش اتصلوا بيك ما دام شافوا السي في بتاعك كواليفايد. ما بقولش ان انا اروح اتكبر، بل بالعكس انا بقول انا اروح واثق من نفسي، مش رايح لوز وين، لا رايح وين وين، تبادل منفعه. حط المفهوم ده جواك، صدقني هتفرق كتير جدا 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 وانت داخل انترفيو، وانت قاعد قدام شخص بتتكلم معاه، انت حاسس فعلا ان انت عندك مهارات ومهاراتك دي تنطبق مع متطلبات الوظيفة، في ساعتها هيحصل تبادل منفعة، انت مش رايح تستجدي وظيفة. Know yourself. Know yourself. اعرف نفسك. زي ما اتفقنا يا جماعة، تخيل اللي انت داخل تسوق منتج. تسوق منتج. المنتج ده هو انت. طيب انت لو بتسوق منتج مش لازم تعرف المنتج ده بيتكون من ايه وفوائده ايه ومميزاته ايه، ده بالظبط اللي بيحصل. لازم تعرف نفسك وتعمل تحليل كامل لنفسك قبل ما تبدأ الانترفيو، عشان انت داخل تتسأل عن المنتج ده اللي هو انت، فما ينفعش تتسأل عن نفسك وانت مش محضر كويس. تاني،
يبقى suppose you are a product، تخيل ان انت منتج. know your customer's needs، اعرف احتياجات العميل بتاعك ايه، مين العميل بتاع، العميل بتاع المؤسسة اللي انا رايحها عشان ابقى واخد الوظيفة دي فيها. فزي ما اتفقنا هتحط نفسك مكان العميل ده، انت قبلها بيوم او يومين تقعد تدرس يا ترى هو ممكن يسألني في ايه، وتعرف المنتج اللي هو انت. طب اعرف نفسي ازاي؟ عن طريق حاجة اسمها SWOT analysis. نسمع يا جماعة SWOT analysis، اعمل لنفسك حاجة اسمها SWOT analysis. ايه ال SWOT analysis؟ ال S is strength، نقاط القوة، ال W weakness، weakness، ال O opportunity، الفرص المتاحة قدامك، ال T threats، المخاطر اللي ممكن تواجهها. انا يهمني في SWOT analysis هنا ايه؟ اللي انت تبقى محضر ايه نقاط القوة بتاعتي وايه نقاط الضعف. ليه؟ مش كتير جدا مننا بيتسأل يا ترى ايه نقاط القوة اللي فيك؟ بتحصل صح؟ بس احيانا بنسمع اجابة عجيبة وغريبة جدا يا جماعة. تيجي تسأل شخص بيبقى داخل لي بيعمل انترفيو، فايه ايه نقاط القوة والمميزات اللي عندك؟ لا الحقيقة انا مش محبش اتكلم عن نفسي، الناس هي تتكلم عني. لا حضرتك انت في موضع اللي انت بتتكلم عن نفسك عشان تسوق نفسك، ده مش موضع تواضع، انت كده ما بتتكبرش، لكن انت داخل لايه معين، لهدف معين. فمن فضلك حدد من دلوقتي ايه نقاط القوة بتاعتك لان انت هتسأل عليها جوه الانترفيو. او السؤال التاني المشهور، قول لي نقطة ضعف عندك. جه باشمهندس نبيل داخل الانترفيو، فبقول له قول لي نقطة ضعف عندك، او استاذة بسنت او استاذة مروة او ميرنا او كذا او كذا. طيب خلينا نقف عند السؤال ده شوية، ايه رأيكم في السؤال ده؟ لو احنا تعرضنا للسؤال ده هنجاوب ازاي؟ نقول ايه؟ حلوة جدا، بقول الصراحة دي، بس هقف عندها شوية. الخوف، الحقيقة، الإحراج، العصبية، السرعة. جميل. طيب خلينا نقف عند السؤال ده شوية، وهنقول مبادئ كده معينة، وانت حر بعد كده تختار اي نقطة ضعف انت عايز تقولها. المبدأ الاولاني، مش لازم تقول شيء ضخم قوي، يعني انت مش قاعد بتفضفض مع شخص قريب منك فانت بتحكي بقى عندك نقطة. اختار حاجة مور سيمبل، حاجة بسيطة. تمام. المبدأ الثاني، ما تقولش ما عنديش، مفيش انسان ما عندوش نقطة ضعف. المبدأ الثالث المهم، مفيش حاجة اسمها اصل انا نقطة ضعفي الحقيقة اللي انا بحب الشغل قوي، او نقطة ضعفي اللي انا يعني الناس كلها بتقول عليا اللي انا بهتم بالشيء ومتقن جدا، او نقطة ضعفي اللي انا طيب الحقيقة، فطبت دي مودياني في داهية. يا جماعة دي مش نقط ضعف، واللي قدامي زي زيه مش ساذج، فاهم كويس جدا، لان دي نقطة قوة بس انا بقول عليها نقطة ضعف. قول نقطة ضعف مفيش مشكلة، كن صريح، بس من فضلك نقي نقطة ضعف شيء بسيط وما تسكتش. ما اعرفش، ما اقولش انا استنى نقطة ضعفي كذا واسكت، لا نقطة ضعفي كذا والحقيقة انا بشتغل عليها فبعمل كذا 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 كذا، او اشتغلت عليها وحلتها بكذا كذا كذا كذا. لازم تبين ان انت مش سلبي، انت ايجابي، عندك نقطة ضعف ايوه بس اشتغلت عليها ووصلت لده. زي ايه؟ ايه رأي حضرتك يا استاذ سارة؟ ادينا انت مثال، ايه نقطة ضعف عندك بسيطة اشتغلت عليها؟ طب خلينا ندي مثال مثلا، وبعد كده هستنى مثال حضرتك. زي ايه؟ الحقيقة انا نقطة ضعفي اللي عندي شورت ميموري، يعني بنسى الحاجات القريبة، فالحقيقة انا بتغلب على النقطة دي لان دايما حاطط نوت في جيبي وقلم، فاي شيء متعلق بالشغل باخد نوت معايا او بحطه ريمايندر على الموبايل، شيء بسيط جدا وحليته بالطريقه الفلانيه فبشتغل عليه. وهكذا النقطه الضعف اللي انا ما عنديش مهاره عرض، ما بقدرش اقف اشرح محاضره او اتكلم قدام الناس، فالحقيقه انا بتغلبت عليها، انا رحت خدت كورس برزنتيشن سكيلز وشغال عليه وبدرب نفسي، دايما بعمل نفسي ريهرس فتحسنت في ده. وهكذا، فقول نقطة ضعف، قول اللي انت بتشتغل عليها. استاذ سارة قول لنا بقى، مادام انت كنت بتسألي زي ايه، قول لنا مثال بقى. طب مين تاني يقدر يقول لنا مثال؟
الطريقه دي جميله جدا استاذه. بس انت بتقولي الاهتمام بالتفاصيل بزياده، بس استغليت ده في دراستي انا اعرف تفاصيل المعلومه فاستفدت بيها. استاذ نبيه بيقول انا كتبت مثال صعوبه التعامل مع زملائي المهندسات ولكن اعمل على تحسينها والان اتعامل معه. جميل كويس. طيب في اتخاذ القرار، طيب لو انا عندي نقطة ضعف في اتخاذ القرار هقول ان انا عندي نقطة ضعف في اتخاذ القرار الحقيقة، بس بدأت اقرأ في الادارة ان في شابترز كاملة في كتب الادارة بتتكلم على كيفية اتخاذ القرار، اللي انا ببدأ احط بدائل واشوف احسن بديل ايه وابدأ بناء على ايه على هذا الاساس اعمل له تقييم، واحسن تقييم ببدأ اخد عليه القرار، فبدرب نفسي على ده وادي نفسي وقت عشان اخد القرار المظبوط وهكذا. فقول حاجة وقول حلها ايه، فكر عشان كده ادي لنفسك فرصة جيدة ان انت تدرب نفسك قبل ما تروح الانترفيو. من الحاجات اللي انت محتاج تحضرها تاني غير السترينث والويكنس قبل ما تروح الانترفيو، لازم تحضر السكيلز، ايه مهاراتك؟ برضو سؤال بنتعرض ليه كلنا، ايه المهارات اللي عندك؟ سؤال مهم لازم تحضره وانت بس تعرفه، او بتسأل بطريقة تانية خالص تقول ايه، ايه اللي يخليني اعين استاذ محمد عندي في الشركة؟ ايه المهارات اللي تؤهله للوظيفة دي؟ او ايه المهارات اللي تؤهل ميرنا عشان تبقى في الوظيفة الفلانية دي؟ تمام. كل واحد بقى يبقى محضر مهاراته اللي عنده وقدراته، فدي مهمة جدا جدا ان انت تبقى محضر ده اللي انت هتتسأل فيه، تبقى عارف ايه مهاراتك، ممكن بقى قدرتك على كذا او كذا او كذا، كل واحد يبقى عارف ايه هي مهاراته. نو يور سيلف، اعرف نفسك، من ضمن الحاجات اللي انت بتعرفها عن نفسك القيم اللي انت بتؤمن بيها، لان ممكن تسأل عنها الانترست، الاهتمامات، ايه اهتماماتك؟ ايه اهتماماتك؟ وابقى عارف الاهتمامات دي هي فعلا اهتماماتي. يعني ايه؟ يعني الاسطمبة اللي كلنا بنكتبها في السي في، اصلا اهتماماتي الحقيقة القراءة والجيم والسباحة. جميل مصدقك، بس صدقني اول ما تكتب لي لاهتماماتك القراءة تاني سؤال بيجي على طول، اخر كتاب قريته ايه؟ او انت بتحب تقرا لمين؟ فمن فضلك ما تكتبش حاجة في السي في الا ما تكون عارفها، تبقى محضر اهتماماتك الحقيقية، لان انت لو قلت لي اهتمام وهمي اخش واسألك في تفاصيل هذا الاهتمام. long term plans لازم تحضرها، ايه خطتك البعيدة؟ برضو السؤال المعروف اللي احنا بنتعرض له دايما. طيب ممكن تكون تحب القراية بجد؟ اه طبعا ممكن تكون حضرتك بتحب القراية بجد وقول، بس لازم تبقى يعني هواية عندك بجد عشان اما تسأل فيها تبقى محضر. long term plans مهمة جدا جدا. ليه؟ لان برضو سؤال معروف بنتعرض له، شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ ايه رأيكم؟ بنجاوب فيه عليه ازاي؟ الصوت مش واضح يا جماعة، لو الصوت واضح دوس واحد. طيب نرجع لسؤالنا، شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ الفرق ما بين الفاليوز والسكيلز، السكيلز هي المهارات اللي انت بتتميز فيها، مهارات زي ايه؟ مهارات اللي انت عندك قدرة على التواصل مع الاخرين، عندك مهارة حرفية اللي انت بتشتغل بايدك، عندك مهارة قدرة على العرض، عندك دي المهارات. لكن الفاليوز القيم اللي انت بتؤمن بيها، القيم اللي انت بتؤمن بيها. جميل. نفسي يكون عندي مشروع خاص بيا. لا شايف نفسك فين بعد 5 سنين يا جماعة؟ أنا سمعت إجابة واحدة لحد دلوقتي، نفسي يكون عندي شغلي الخاص في منصب قيادي باحث في وزارة السرعة. جميل. إجابات هايلة، كويس جدا. اه هو ده دي الاجابه بقى. معلش نقف عند اجابه استاذ اسلام محمد موسى، اكون مكان المدير اللي بيسالني.
هي دي اللي انا عايز اقف عندها. كل الاجابات اللي اتقالت دي هايله جدا، بس الاجابه دي انا عايز اقف عندها شويه لاكون مكان المدير. وعايزين نلغي الاجابه دي يا جماعه من القاموس بتاعنا. ليه؟ لان مش دايما حضرتك بتخش تعمل انترفيو، فاللي بيعمل لك الانترفيو مدير في القسم اللي انت داخل فيه. يعني انت ممكن تكون بتعمل انترفيو داخل على قسم مثلا الاي تي او قسم الماركتنج او قسم كذا، ويكون الشخص اللي بيعمل لك انترفيو اتش ار، ملوش علاقه بالقسم بتاعك. فما تقولوش اصل انا هكون مكان حضرتك في يوم من الايام، ان هو في مجال وانت في مجال تاني خالص. ده رقم واحد. رقم اتنين، مش دايما الفيرست انترفيو او الانترفيو الاولاني بيبقى مدير اللي بيعمل لك الانترفيو، ممكن يبقى شخص في نفس الليفل او في نفس المستوى الوظيفي بتاعك بيخلوه في الاول يعمل لك الانترفيو. طيب انت عايز بعد 5 سنين تفضل في نفس الليفل وهكذا. لكن اقول فعلا اللي انا محتاجه، في شخص بيقول انا بعد 5 سنين عايز ابقى عندي شغل خاص مش عيب، تمام. في شخص بيقول ابقى مدير القسم فيه، ففعلا اقول ده. لكن موضوع انا هبقى مكانك في الكرسي اللي انت قاعد عليه ده، استبعده مع بعض. طيب preparing for the interview، حضر للانترفيو. والحقيقه هنا في الجزء بتاع preparing for the interview هنعرض بعض الصور، وكل صورة فيها مفهوم معين. طيب نبدأ بأول حاجة. أول صورة بتقول لنا إيه؟ أول صورة بتقول لنا familiarity with the business location عشان نحضر الانترفيو. أول حاجة familiarity with the business location. يعني إيه familiarity with the business location؟ familiarity with the business location تعني إن أنت تكون familiar بالمكان نفسه، بمكان العمل بالظبط، أعرف مكان الشركة. يمكن الحاجات اللي هنقولها حاجات بسيطة جدا بس مهمة جدا، ضيعت من الناس interviews. يعني ايه اعرف مكان العمل؟ يعني لو عندك وقت، لو عندك الانترفيو اخر الاسبوع وعندك اسبوع كامل، مفيش مشكله ان انت اتعب شويه واروح واجرب الطريق بتاع الشركه دي فين، او اسال على المواصلات بتاعته. ولا ما عندكش عربيه، تاخد واحد صاحبك معاه عربيه يوديك المكان عشان تبقى عارف مكان فين، او تركب مواصلات او تتفسح هناك مره قبل ما تروح الانترفيو. المهم تبقى عندك فاميلاريتي بالمكان نفسه، عندك تالف بالمكان عشان تحذر المواقف اللي بتحصل يوم الانترفيو. رقم اتنين، عشان تحضر الانترفيو كويس، حضر copy of the CV updated and in folder and know what's on it. يعني ايه؟ خد معاك نسخة من السي في بتاعك وحطها في فولدر كده لذيذ وشيك، واعرف ايه جوه الانترفيو. خلينا ناخد شق شق. خد نسخة من السي في. طب انا اخد نسخة من السي في ليه يا جماعة وهم اوريدي الناس عندها السي في بتاعي واتصلوا بيا؟ الحقيقة عشان حاجتين. الحاجة الأولانية اللي ممكن يكون الشخص اللي اتصل بيا مش هو اللي عمل الانترفيو، ده بيحصل كتير، جاله ميتنج معين أو مش موجود أو كذا، فبيقول لزميله اعمل له انترفيو، ممكن يكون السي في مش موجود. فأنت ما تديش فرصة لشخص يعمل لك انترفيو من غير السي في بتاعك، لأن أنت عندك ميزة مهمة جدا، أنت رايح امتحان، أنت اللي بتحط المنهج بتاعك. أنت رايح امتحان بتحط المنهج، فما تديش فرصة لحد يحط لك المنهج. خلي معاك السي في، لو شخص اللي قدامك معهوش السي في بتاعك اديهوله. دي حاجة. الحاجة التانية بتبقى لذيذة جدا لو أنت خلال الفترة، أحيانا أنت بتقدم على شركة ممكن يتصلوا بيك بعدها بشهرين ثلاثة، ب6 شهور، بشهر، بهكذا. سي أنت خدت كورس في الفترة دي أو خدت تدريب في الفترة دي أو في حاجة ضفتها لنفسك في الفترة دي، بيبقى لذيذ جدا إن أنت الشخص اللي بيعمل لك انترفيو قدامه السي في القديم بتاعك تقول له لا أنا السي في بتاعي الأبديتد ده لأن أنا ضفت فيه الكورس الفلاني. بتدي انديكيشن كويس اللي أنت ما بتقفش، أنت بتضيف لنفسك دايما. طيب النقطة التانية، نو واتس أون إت، أعرف إيه اللي جوه السي في. تاني، أنت اللي بتحط المنهج، بلاش الاستنباط. مش بمسك السي في بتاعي فالاقيه فاضي فاخد زميل واحد زميلي سي في واحد زميلي فاملاه شويه بمعلومات من عنده. كل حاجه بتتسال عليها، انت اللي بتحط المنهج. بلاش الاختصارات، الاصل كورس كي اس اف مش عارف دي مش عارف ايه، لازم تبقى عارف ايه ده. تاني، لو عندك مهاره معينه وانت كاتبها اعرف فعلا دي مهارتك مش مهاره شخص تاني واخدها منه.
preparing for the interview، حضر للانترفيو. Few questions prepared for the interviewer at the end of the interview. يعني ايه؟ مش بيجي في بنيجي في الاخر كده، في اخر الانترفيو الانترفيور يجي يسألك سؤال، يقول لك انا خلص، انا كده خلصت، تحب تسألني اي سؤال؟ بتحصل لنا كم واحد حصلت له؟ حصلت له يدوس واحد. كتير معظمنا بيحصل له كده، بعد ما الشخص يعمل انترفيو يقول لك انا خلصت، حابب تسالني اي سؤال؟ اساله على ايه؟ ايه رايك؟ ايه الاسئله اللي انت ممكن تساله؟ السالري، ايه تاني؟ عن اهداف المؤسسه، مواعيد العمل، هذا الترقي الوظيفي، الاجازات. طيب احنا زي ما اتفقنا، زي ما اتفقنا احنا مش بنحط، مش بنتكلم مع بعض تقول ايه، بس هنحط تاني مبادئ عامة عشان الاجابة دي. رقم واحد، ما تسألش على اي بنفيت في الفيرست انترفيو، في المراحل الاولية من الانترفيوز ما تسألش على اي منافع، ولا سالري ولا اجازات ولا ولا، لحد ما تبقى حاسس فعلا ان ده اخر انترفيو انت قربت منه هتعرف كل ده. ده رقم واحد. رقم اتنين، حاول تسأل في صلب العمل عشان تحسس الشخص فعلا ان انت نظرتك الاولية لصالح الشغل، خصوصا لو على الشركة. طب احنا حاطين صورة كده عاملة زي مفتش ليه؟ تبقى جميلة جدا لو انت صرفت وقت من وقتك قبل ما تروح شركة وتخش على الويب سايت بتاعها، او تسأل حد عنها او كذا او كذا، تعرف اخر حاجة عملوها ايه وكذا وكذا، فتيجي تسأله سؤال من واقع الشركة، والله انا يعني قريت على الويب سايت بتاعكو اللي انتوا بتعملوا المشروع الفلاني، يا ترى هيخلص امتى، ولا مين اللي هي، ولا كذا ولا كذا. اسأله على المؤسسة نفسها، بتبقى جميلة جدا. انت بتقول مسج غير صريحة اللي انت شخصية متابعة اخر حاجة للشركة ومهتم بالشركة دي بالذات. طيب عشان احضر الانترفيو محتاج اسال نفسي سؤال، وات وير، نلبس ايه؟ ايه رايكم؟ نلبس ايه يا جماعه واحنا رايحين الانترفيو؟ سيمي فورمال حسب طبيعه العمل، كلمه جميله جدا، بدله على حسب الشركة، زي رسمي، شيء رسمي. طيب أنا بأميل للإجابة الجميلة اللي قالت حسب طبيعة العمل. طيب لو أنا مش عارف ثقافة المؤسسة اللي أنا رايحها دي أو طبيعة العمل، يستحب إن أنا أروح فورمال، تمام. لكن في بعض الوظائف طبيعة العمل فيها لا تتطلب لبس ده، بس لازم أتأكد دي ثقافة مؤسسة فعلا. بس خلينا نشوف بعض أنماط اللبس بندرسها في حاجة اسمها البيزنس اتيكيت، تمام. رقم واحد، ده اسمه ده لبس اللبس الرجالي اللي هو البروفيشنال او الفورمال، فول فورمال اللي احنا بنقول عليه. يعني ايه بروفيشنال؟ يعني بدلة وجرافطة، بدلة كاملة وجرافطة، ده نوع من الانواع. في نمط تاني بنسميه البيزنس كاجوال، ده البيزنس كاجوال يا جماعة، بيزنس كاجوال ممكن جرافطه من غير البليزر بتاعها، او بليزر من غير جرافطه، ده كل ده بيزنس كاجوال. اه قميص كلاسيك او بنطلون كلاسيك، ده بنسميه البيزنس كاجوال. اما الكاجوال يا جماعه اللي احنا شايفينه في الصوره ده، ده الكاجوال يا جماعه، ممكن تلبس تيشيرت، اه بس تيشيرت زي كده، تيشيرت بولو او تيشيرت ساده، مش عليه اي كلام، مش برمودا. فالكاجوال اللي هو برمودا وتيشيرت مش عارف عليه ايه والوان ايه، كل الكلام ده مش في وقت العمل، لكل مقام مقال، مش في الانترفيو. فحتى لو انا عرفت لطبيعه العمل، لا بلبس كاجوال او شخص مؤسسه كاجوال، هو ده الكاجوال، الكاجوال اللي هو مور سيمبل، اللي هو البسيط خالص. طيب بالنسبه للسيدات، انا يعني برضو نفس القصه، ده البروفيشنال، ده البروفيشنال، او يمكن انا مش خبير قوي في موضوع لبس السيدات، بس ده البروفيشنال وده البيزنس كاجوال.
بس اللي يهمني في موضوع السيدات والأنسات موضوع المجوهرات. دايما لما يعني نقلل في لبس المجوهرات الملحوظة او الالوان اللي هي الصاخبة، كل الكلام ده بيلفت نظر الشخص اللي بيعمل انترفيو، مش بس للنساء او السيدات، لا كمان للشباب او للرجال. موضوع ان انا البس بقى ساعة مش عارف فيها ايه بيلمع، او ابقى او حاطط قلم ملفت للنظر، ده كله بياخد من ذهن ومن نظر الشخص اللي بيعمل انترفيو. انت داخل تسوق نفسك، فما تخلوش يبعد عن الاطار ده. حتى في اختيارك للالوان، اختار الوان مور سيمبل مش الوان فاقعة، فتاخد نظر الشخص عن الحاجة الرئيسية اللي انا داخل اعملها ان انا اسوق افكاري. طيب ننتقل لحاجة مهمة جدا، حاجة اسمها first impression، الانطباع الاول. وخليني اخد رأيكم في الصورة اللي هتيجي دلوقتي. ايه رأيكم في هذا الانطباع الاول؟ بغض النظر ان ده ميل وفي ميل، راجل وست، فنعتبر حتى لو اتنين رجاله، ايه رايكم؟ ينفع اخش انترفيو بالطريقه دي؟ حقيقة ما ينفعش تماما. ليه؟ لان ما ينفعش اخش على شخص بيعمل انترفيو بعشم زياده عن اللازم، لان احنا ما نعرفش بعض. ده حتى مش في الانترفيو، في الحياة الطبيعية كل واحد فينا عنده حاجة اسمها السيلف كونفورت زون، زون الخاصة بتاعتي، مش حد بيتعداها غير لما يكون شخص قريب جدا مني. فما ينفعش اخش بالانطباع الاول بالطريقة دي. طيب نبص على الصورة اللي جاية، ايه رأيكم في الصورة دي؟ الحقيقة الصورة دي فيها حاجات كتير قوي قوي كويسة. من ضمن الحاجات الكويسة ايه؟ ايه رأيكم نتكلم مع بعض؟ السلام كويس، جميل جدا، اللي قال السلام مروة تقريبا، السلام اهو، سلامه على بعض الاتنين في اتجاه معين، اتجاه ثابت، مفيش حد كفه اعلى من تاني او كفه فوق التاني، دي مهمة جدا. ايه تاني؟ العين، الاي كونتاكت، فعلا ميرنا زي ما ميرنا قالت اي كونتاكت مظبوطة. السمايل، الابتسامة، شايفين هو داخل مبتسم ازاي، تمام. ايه تاني؟ المسافة، فعلا في مسافة كويسة ما بينهم. تعبير الوجه، تركيز، في حاجة كمان ملحوظة، شايفين الشخص اللي داخل طالب الوظيفة، شايفين الحناء بتاعه مش منحني قوي، لا ظهره كويس، مش منحني قوي اللي هو بيستجدي شيء، لا في نفس الوضع، وين وين، تمام. طب ننتقل للنقطة اللي بعد كده، ذا بيج داي، يوم الانترفيو. يوم الانترفيو زي ما اتفقنا هوريكم صور، بس كل صورة ليها شيء هنتعلمه مع بعض، يمكن يكون شيء بسيط بس مهم جدا. شايفين الصورة دي؟ شايفين الشاب ده بيعمل ايه؟ بيكوي. ها تاني شيء بسيط بس دوني مهم جدا جدا جدا، من فضلك حضر حاجتك قبل الانترفيو بيوم، من فضلك جهز هدومك بيوم، مش بس الهدوم والمكوى، حضر كل حاجتك بيوم، ما تنامش قبل ما تكون كل حاجة متحضرة، عشان ما تصحاش تاني يوم تلاقي مفاجأة ان في حاجة ما كانتش جاهزة فما قدرتش اروح. يعني مثال من الامثلة، الواحد شافها احد الاصدقاء كان عنده انترفيو، في الانترفيو ده لازم يكون لابس فورمال، لازم يكون لابس قميص كلاسيك، فالحقيقه بعت القميص للمكواجي ونام، وعلى الاعتبار ان المكواجي هيجيب القميص لاحد بقى الاقارب الموجودين في البيت هياخده منه. صحي الصبح ما لقاش القميص، ومفيش مكواجي بيفتح الصبح بدري، فما راحش الانترفيو او اتاخر على الانترفيو فراح منه الانترفيو. حاجات بسيطه جدا بس مهمه جدا جدا جدا، فحضر كل حاجتك قبل الانترفيو بدري.
الثانية prepare yourself، حضر نفسك وجهز نفسك أكنك عريس رايح. طيب موضوع حلاقة ده، افرض انت مربيها سنة عادي جدا، it's up to you، دي حرية شخصية. لكن لو انا مش مربيها سنة، لا يستحب ان انا احلق دقني. طيب نقف عند الصورة دي شوية. الشخص ده قدامه ايه؟ بيشرب قدامه فنجان، بيشرب فيه قهوة او شاي، قدامه عصير. ايه رأيكم قبل الانترفيو الصبح تشرب قهوة ولا عصير؟ عصير الاثنين، قهوة. طيب هو المستحب دايما يا جماعة في مواجهة الآخرين، أما تكون عندك برزنتيشن أو يكون عندك انترفيو أو كذا أو كذا، مستحب إن أنت ما تشربش حاجات فيها منبهات زي القهوة والشاي والكافيين. طب لازم، أنا ما أقدرش أبدأ يومي من غير قهوة، يبقى فنجان. ما أفضلش أشرب في قهوة أو لا قبل ما أروح، أو المدخنين ربنا يعافيهم على التدخين إن شاء الله بإذن الله، يفضلوا يشربوا سجاير 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 ولحد ما توصل للسيجارة الأخيرة وأنت داخل. ده مش بيريليف الاستريس، ده مش بيضيع الاستريس، لا ده بيزود التوتر. كلما قللت من الحاجات دي قبل ما تروح الانترفيو بيبقى مهم جدا عشان تبقى رايح واثق من نفسك. الصورة دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن الوقت، بي اون تايم، روح في ميعادك مظبوط. طيب بس اروح قبل ميعادي بقد ايه؟ طه ايه رأيك؟ روح قبل ميعادي بقد ايه؟ 5 دقايق، نص ساعة، 10 دقايق، ربع ساعة. انا متفق مع الرأي اللي بيقول نص ربع ساعة 10 دقايق، ليس اكثر وليس اقل. ليه مش اكتر من كده؟ انت ممكن تبقى موجود في المكان نفسه قبلها بساعة براحتك او بنص ساعة بس تحت، لكن ما تطلعش الشركة غير قبل ميعادك بربع ساعة عشان ما يحسوش بنوع من التعطيل واللي انت فاضي للموضوع ده. لا روح قبلها بربع ساعة، اعرف ميعاد، اعرف انت تخش امتى، ولو محتاج تخش الحمام خش، جهز نفسك بس ما تقعدش في شركة اكتر من كده، يعني مش ما روح لهمش قبلها بساعة. طيب فلنفرض اللي حصل لي هذا المنظر، وانت جاي في طريقك واخد بالاسباب ورايح بدري وكل حاجة واتأخرت، ايه الحل؟ الحل بتبقى ظريفة جدا، ان انا يبقى معايا رقم تليفون الشركة، لو اتصل اعتذر اقول لهم يا جماعة انا فلان الفلاني، الحقيقة انا هتأخر على انترفيو 10 دقايق او 5 دقايق او ربع ساعة، او لو ما بيردوش ببعت مسج هم، اروح بعتذر مرة واحدة بس لما اخش الانترفيو، الحقيقة انا بعتذر ان اتأخرت عشان حصل موقف كذا كذا في الطريق بس، ما اقعدش طول الانترفيو اعتذر. انت عملت اللي عليك، بعت رسالة او كلمتهم، اول ما رحت اعتذرت مرة واحدة بس، كثرة الاعتذار غلط بيقلل من رصيدك. طيب ننتقل لحاجة اسمها الستار تكنيك، هي طريقة بنتعلم بيها ازاي اخلي اجابتي تبقى زي الستار زي النجم، او تبقى تسوقني وتسوق افكاري داخل الانترفيو. الستار تكنيك دي بتقول ايه؟ الاس سيتويشن، التي تاسك، الاي اكشن، الار ريزلت. تاني الاس سيتويشن موقف، التي تاسك، الاي اكشن، الار ريزلت. يعني ايه؟ يعني لما تسال سؤال داخل الانترفيو حاول تجاوبه بطريقه الستار، قول موقف مثال، تاسك وظيفتك كان في الموقف ده ايه، اكشن انت عملت ايه عشان وظيفتك كانت ايه وعملت ايه، الحاجه اللي بعد كده الار اللي هي الريزلت كانت النتيجه ايه. يا جماعه لو انتوا متابعين معايا ندوس واحد، لو احنا فاهمين لحد هذه المرحله دوس واحد. طيب تمام، يبقى ما يعرض عليا سؤال هجاوبه بطريقة الستار. situation موقف، أو الموقف حصل لي، أو الموقف حصل لي، أكرره تاني أول مرة، أقول الموقف حصل لي، task بتاعي إيه، كان منوط بيا إيه، الحاجة التانية الأكشن اللي أنا خدته إيه والنتيجة كانت إيه. خلينا ندي مثال عشان يوضح أكتر. طيب خلينا ناخد الأمثلة دي common question. طب الصورة كده البرزنتيشن كده واضحة يا جماعة؟ لو واضحة برضو ندوس واحد. طيب كويس، ناخد أول سؤال،
give me an example of a problem you faced, how handled it. يعني ايه؟ قول لي مثال عن مشكلة حصلت لك وانت واجهتها ازاي. ازاي اجاوب الاجابة هنا بطريقة الستار تكنيك؟ طيب خلينا نقف عند السؤال ده، وحد فيكم يجاوب لي السؤال وهنحوله مع بعض للستار تكنيك. يا جماعة مين هيجاوب على اول سؤال؟ قول لي مثال لمشكلة انت واجهتها وتصرفت معاها ازاي. محدش عنده مثال؟ طيب لتداخل الامثلة بس هناخد مثال بسيط جدا، ممكن يكون بيحصل لينا كلنا دلوقتي واحنا داخل المحاضرة. زي مثلا هنقول الحقيقة انا كان عندي مشكلة اول ما بدأت اخش احضر المحاضرة، كان عندي مشكلة في الصوت مثلا، فكانت وظيفتي التاسك بتاعي اللي انا عايز احضر محاضرة، فالاكشن اللي انا عملته الحقيقة اللي انا كلمت الدعم الفني وتواصلت معاهم بسرعة، فالدعم الفني ادوني طريقة معينة عشان اظبط بيها الصوت، فعن طريق ان انا خدت الطريقة دي طبقتها، فكانت النتيجة اللي انا قدرت احضر المحاضرة من اولها واستفيد بيها. بس موضوع مو سيمبل، تعالوا كده نفسر الموضوع مع بعض. رقم واحد انت قلت المشكلة اللي هو السيتويشن الاس. رقم اتنين تاسك، التاسك بتاعك ايه؟ اللي انت عايز تحضر المحاضرة. الاكشن اللي انت عملته ايه؟ الفعل اللي انت خدته ايه؟ اللي انت كلمت تواصلت مع الناس المسؤولين عن الدعم الفني عشان توصل لده، انت تحل المشكلة اللي عندك. رقم ثلاثة كانت النتيجة نتيجة ايجابية وفعالة اللي انت قدرت تحل ده. دي طريقة الاجابة. لكن الطريقة العادية خالص، ايه المشكلة اللي انت واجهتها؟ كان عندي مشكلة في الصوت، وحلتها ازاي؟ كلمت الدعم الفني. بس انهي الفعالة اللي انا اقولها بالطريقة دي؟ كان عندي مشكلة في الصوت وكملت كلمت الدعم الفني، ولا اقول الحقيقة كان في موقف معين، كان في محاضرة مهمة كان نفسي احضرها، محاضرة كذا، فالحقيقة وانا بحضرها حصل لي مشكلة في الصوت كانش موجود، فتواصلت مع دعم الفني عشان احل المشكله دي، فالدعم الفني دعمني بكذا وكذا، وقدرت فعلا ان انا اطبق اللي هم قالوه، وصلت النتيجه اللي انا قدرت احضر المحاضره استفدت منها. شايفين الدراماتيزيشن يا جماعه؟ بتعمل دراما للموضوع، فبتسوق الفكره بطريقه اعمق واظرف. انت بتقول مثال وظيفتك ايه والتاسك بتاعك ايه والنتيجه اللي انت وصلت لها ايه وهكذا. كلمني السؤال التاني، كلمني عن موقف انت اتحطيت فيه في ستريس، خبرتك معاه ايه؟ Tell me about a time when you've been a team player. قول لي عن موقف انت لعبت فيه دور في دور الفريق، اشتغلت فيه في الفريق. تعالوا نجاوب مثلا على السؤال ده بطريقة الستار. لو هنجاوب بالطريقة العادية، قول لي بقى من فضلك موقف كده انت اشتغلت فيه في فريق. والله انا كنت في فريق الجامعة اللي كان بينظم حفلة التخرج. اسكت، دي إجابة، دي طريقة إجابة. تعالوا ناخد طريقة تانية. موقف أنت لعبت فيه طيب الحقيقة كان في تاسك مهم جدا، اللي كان في حفلة التخرج وكان في فريق مطلوب منه اللي هو ينظم حفلة التخرج ده، وأنا كنت واحد من هذا الفريق، فالفريق ده اجتمع وبدأنا نوزع مهام، وكان المهام اللي هم ادوهاني اللي أنا أكون مقدم لحفلة التخرج. فالحقيقة اجتهدت وبدأت أنظم الحفلة كويس، بس كان في مشكلة كبيرة إن الحفلة دي كان هيحضرها أولياء أمور ودكاترة الجامعة والطلبة، فكان الوظيفة بتاعتي إن أنا عايز أوصل الكلمة لكل الناس، فما اتكلمش فورمال قوي فزمايلي يزعلوا مني، وما ينفعش يهزر قوي فالدكاترة تزعل مني، وأولياء الأمور لازم أهتم بيهم في الكلمة دي، فعملت الكلمة مظبوط، فكانت النتيجة إن الناس كلها خرجت مبسوطة من حفلة التخرج. ودي طريقة تانية خالص للإجابة. شفنا فرق؟ تعالوا نشوف الفرق تاني. السيتويشن ايه؟ اللي كان فيه حفلة تخرج ومهم جدا ان انت توصل كلمة الحفلة لناس كتيرة جدا بطريقة مختلفة عشان الناس كلها تخرج مبسوطة. رقم اتنين ده سيتويشن. رقم اتنين التاسك بتاعك كان ايه؟ اللي انت تقدم حفلة التخرج وانت في فريق العمل ده، الاكشن اللي انت خدته، اللي انت حضرت كويس، كانت النتيجة الحفلة نجحت. دي الطريقة اسمها الستار يا جماعة. Tell me about a project، عن مشروع انت طلب منك اللي انت تعمله بره الجوب ديسكريبشن بتاعك، برضو هنجاوب الستار تكنيك. How have you handled situations in which you had to deal with something that you are not totally comfort، ازاي تعمل
هاندلنج او تحل موقف انت مش مستريح فيه خالص في الشغل وتصرفت معاه ازاي. برضو هنحاول نجاوب بالستار تكنيك، كل دي امثله لازم تدربوا عليها نفسكم. give me an example of how you have failed، قول لي مثال انت فشلت او ما توفقتش فيه. برضو هقول مثال بطريقه الستار تكنيك، انا كان عندي موقف الفلاني كذا كذا، ده السيتويشن، التاسك بتاعي فيه كان كذا، والاكشن اللي انا خدته عشان اخرج من عدم التوفيق في الموقف ده كذا، وقدرت اوصل في الاخر اللي انا حليته بالطريقه الفلانيه. لو عندي موقف ما عرفتش اتصرف فيه، طب انا قدامي تو اوبشنز. الاوبشن الاولاني اللي انا ما اقولوش، لان احنا اتفقنا ان انت بتعمل هايلايت للحاجات الفعاله اللي تقدر تسويها جوه الانترفيو. الاوبشن التاني اللي انا اقوله، اقول اللي انا بسعى لتحقيق نتيجه ايجابيه ليه، بشتغل عليه، اللي انا هحاول اغيره ان شاء الله باذن الله، فابعث روح او ابدي رساله للشخص اللي قدامي اللي انا ايجابي وبشتغل على النقطه دي اللي انا احلها، او على الموقف ده اللي انا اوصل فعلا ليه في النتيجه ايجابيه ان شاء الله باذن الله. اخر حاجه هنقولها مع بعض، remember to، تذكر ان ايه، sell yourself as a product، سوق نفسك كمنتج، فاعرف منتجك كويس عشان تقدر تسوق نفسك. الحاجة التانية be confident about your qualifications، كن واثق في مهاراتك. الحاجة اللي بعد كده be honest، كن أمين. النقطة اللي بعد كده emphasize the positive sides of your personality، لخص الجوانب الإيجابية من شخصيتك. في حاجة كمان بنقع فيها، wait for him to finish speaking، انتظر لحد ما الشخص اللي قدامك يكمل سؤاله أو يخلص كلامه ويبدأ يتكلم. أنت مش لازم عشان أنت عارف الإجابة أو عارف المعلومة تقطع الشخص اللي قدامك. آخر حاجة speak simple and professional، اتكلم ببساطة دون تقعر وبمهارة عالية. أنا بشكر حضراتكم جدا اللي أنتوا استقطعتوا وقت من وقتكم عشان نتعلم بعض المفاهيم عن الانترفيو، وأتمنى يكون كان في استفادة متبادلة. وأختم بشعر الإمام علي عشان يحفزنا كلنا دايما إن احنا نسعى للعلم والتعلم. الإمام علي بن أبي طالب كان بيقول شعر جميل جدا، يقول ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاؤه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. ففز بعلم تحيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياؤه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.